حقق نادي عمال حلب للكاراتيه المركز الأول في بطولة المحافظة للفئات تحت 12، 14، و16 عاما، والتي أقيمت على مدار يومين في صالة البطولات بالمدينة الرياضية في الحمدانية. الحمد لله رب العالمين، توفقنا النتائج كتير كويس وحققنا المراكز تقريبا اغلبيه الاول، بالكتل الفردي جميع المراكز اول، بالكتل الجماعي اول، بالاوزان الخفيه كمان المراكز اولى لجميع اللاعبين. التدريبات كانت طبعا اول شيء بنشكر الاهالي التزموا معنا كتير منيح وكانوا يلتزموا بالتمارين، التزام اللاعبين بالتمرين، التجاوب بالتمرين هو بيعطيك دافع اكبر، يعني كل لاعب كل ما اعطاك انت من جهده انت بتعطيه اكثر، فأكيد والحمد لله كان الحماس يعني حصدنا تعبنا، والبطولة كانت ناجحة تنظيميا وفنيا، في خامات وعد كتير حلوة، وإن شاء الله رب العالمين هيك بنتمنى يوفقنا بطولة الجمهورية القادمة لحسب الذي إذا الله يسر. صرنا يومين متتاليات الجمعة والسبت عم نتابع منافسات الفئات العمرية ناقص 16 ناقص 14 ناقص 12، وكان العدد لا بأس فيه، يعني تجاوز 200 لاعب ولاعبة طبعا إناث وذكور. المستويات تفاوتت بين جيد وبين جيد جدا وبين ممتاز. بالنسبه للتحكيم نحن طبعا اقمنا دورات تحكيم على مستوى القطن واهلنا حكام، وعلى مستوى حلب عنا تقريبا اكثر من 10 حكام مؤهلين ومصنفين في الاتحاد العربي للكاراتيه.